إنجاز جديد تسجله المرأة الكويتية، فالسباحة فايز سلطان أول كويتية تشارك في سباقات الرياضية المائية في الألعاب الأولمبية. هنا في تتدرب في كاليلا بإسبانيا قبيل السفر إلى لندن للمشاركة في الدورة. فتاة 17 عاما التي ستشارك في سباق 100 متر سباحة حرة تدرك معنى هذا الإنجاز وتفتخر به رغم تقييمها الواعي لقدراتها وفرصها في البطولة. أملي أن أحسن مستواي وأحقق أرقاما قياسية جديدة وألا يكون ترتيبي الأخيرة. بدأت الطفلة في التدريب على السباحة وهي في السن 9، سن متأخرة نسبيا، وتوقفت عن السباحة لفترة لتتعلم الرقصة قبل العودة إليها قبل 2 لتتدرب جديا هذه المرة. مدرب الفريق الكويتي يؤمن بقدرات السباحة الكويتية. العام الماضي شاركت في بطولة الشباب في ليما في البيرو وكان أداؤها جيدا وسيكون لها مستقبل واعد. في تقول إنها ستلتحق بالجامعة قريبا وتأمل في أن تتمكن من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو في البرازيل قبيل اعتزالها. العلم الكويتي على رأس في، لكنها وبقية أعضاء الفريق الكويتي لن تتسابق تحت رايته بل تحت الراية الأولمبية. فاللجنة الأولمبية الدولية أوقفت أوائل العام مشاركة اللجنة الأولمبية الكويتية بعد اتهامها بتداخل السياسي مع الرياضي في قراراتها، وحل الخلاف بين اللجنتين سيعزز بلا شك من رمزية هذه المشاركة.